اوكي، اليوم هو 19 تشرين، اول 2024. عم نصور القمر تقريبا امبارح كان بدر، يعني هو بس هلا بلش يتنقص. عم حاطين عدسة 400 بتوصل. اوكي، هي عم نزوم بالتليفون، خليني بس اظبط الصورة بحيث انه يروح البياض هذا كتير. اوكي، وهاي الصورة. صورة القمر بالكامل على 400 على تلسكوب سيلسترون أصل مصر 130 EQ. اوكي، خلينا نخفض شوي ال اكسبوشر، لو عدنا شوي يكون كتير منيح. يعني شي احط لك اكسبوشر كمان عشان ما عادش والله يلعب بالاناء بالسطوع. وهيدي شوف هون تفاصيل القمر. عندي احساس انه لازم العب بالفوكس تبع الكاميرا تبع التلسكوب. هيك احسن شوي. راح اتركه شوي هو القمر هو يحرق قدام التلسكوب. اوكي، وبعدين اطلع شوي لفوق. الصورة عم شوفها صافية لأنه هاي العدسة نادرا ما استعملها، فمش مجرحة هي. مش من العدسات اللي بكتير بستعملهم. وتفرج تفرج شوف كيف القمر شكله. اوكي، من جوا والتضاريس تبعيته. يعني عم حاول اجيب لك الوديان، هدول الحفر اللي موجودين بسموهم بالانجليزي كريترز. كريترز، ف الكريترز انه كتير مهم انك تعطينا تفهم من وراهم القمر. هذا من كتر الضرب النيازك الموجود في القمر. اوكي، نيازك تضرب بالقمر مشان هيك. هلا برمت القمر وبرمت الارض حوالين حالهم متزامنين عشان يقدرك تشوف نفس الوجه من القمر دائما. الوجه الوراني هذا ما بنشوفه نحن، تمام؟ هاي لك غير تطير وراه يعني للقمر تشوفه. اوكي، هلا الصوره مقلوبه لعلمكم، لانه العدسه اللي حاططها ما بتصحح الصوره، ما بتزبطها زي ما لازم يعني. اوكي، بس هلا انت شايف هذا القطب الجنوبي تبع القمر مش القطب الشمالي تبعه. اوكي، لان الصورة مقلوبة. اوكي،
يمكن اذا عملنا هيك افكت تبع الامبوس ببين لك هني اكثر. تمام، سؤال على الفيديو مش موجود هالشي. طيب احنا صرنا عاملين 5 دقائق بالفيديو، هذا كافي وزيادة. بنشوفكم، يلا سلام.